النهاردة إحنا بنحتفل بتخرج 28 سيدة في إطار مبادرة أقوى واحدة اللي بتدعمها الفنانة لطيفة وبرنامج هي وبس. أنا عايزة أقول إن المبادرة دي مهمة جداً لأنها بتعد السيدات دول إن هما إزاي يبتدوا يشتغلوا، يتعلموا كويس قوي مبادئ كتيرة جداً في فن الباترون وفن التصميم، ويعرفوا إن هما يوصلوا في الآخر لمنتج نهائي. فكل ده بيهيئهم إن هما يبتدوا يا إما هيشتغلوا في المصانع أو إن هما هيشتغلوا شغلهم الخاص. اسمي أماني فاروق، قدمت في برنامج هي وبس والحمد لله تم اختياري مسابقة الفنانة لطيفة مبادرة أقوى واحدة، وتعلمت الباترون وإزاي أقص جيب. الحمد لله نفذت على المكنة وطبقت شغلي، وحلمي إن أنا أعمل مشروع إن شاء الله خاص بيا. أنا اسمي مروة محسن محمد، كان عندي خلفية شوية في التفصيل بس ما كنتش عندي يعني الفينش الكويس. جيت على طول عشان أشارك في المبادرة، كنت عارفة أنه هيضيف لي حاجة، ولك الحمد فعلا ضاف لي، وبشكر الفنانة لطيفة والأستاذة رضوى الشربيني. أنا ريماز الهواري من سوريا، شاركت بمبادرة أقوى وحدة، وطبعاً بشكر الفنانة لطيفة وبشكر الأستاذة رضوى وبشكر برنامج هي وبس، وطبعاً بشكر المدربين واللي تعذبوا معنا وخلونا نوصل لهون يعني، وعطونا فرصة كتير حلوة، وطبعاً بتشكركم كلياتكم.